عاش وحيداً، لا أحد يعرف حتى اسمه، أنهو حياة كل من يعرفهم، لكنه رفض التخلي عن أرضه وظل يتنقل في غابات الأمازون، رفض كل محاولات الاتصال بالعالم الخارجي وهجر كل شيء، وأخيراً رحل وحيداً ليكشف رحيله الكثير من الأسرار عنه. فمن هو رجل الحفرة؟ وما هي حكايته؟ وهل حقاً كل ما حدث له حدث بالفعل؟ لم يعرف عنه الكثير، لكنه ترك لغزاً غامضاً استحوذ على انتباه النشطاء ووسائل الإعلام في جميع أنحاء البرازيل وحول العالم. هو آخر أفراد قبيلة من سكان البرازيل الأصليين، عاش في عزلة تامة على مدى 26 عاماً. سمي بصاحب الحفرة لأنه كان يحفر حفراً عميقة في الأرض ليستخدم بعضها كمصائد للحيوانات والبعض الآخر كمخابئ. وكان الرجل آخر أعضاء قبيلة من سكان البرازيل الأصليين التي رحل ستة من أفرادها في عام 1995، وعاش أفراد القبيلة في منطقة تانارو التي يوجد فيها السكان الأصليون في إقليم روندونيا. وبحسب تقارير فقد أنهيت حياة معظم أفراد القبيلة في سبعينات القرن الماضي على أيدي أصحاب المزارع الذين كانوا يسعون لتوسيع مزارعهم على الحدود مع بوليفيا. وقد عثر على جسد الرجل الأخير بعدما فارق الحياة في 23 من أغسطس، وكان على أرجوحة شبكية أمام كوخه، ويعتقد أن حافر الثقوب كان في 60 من عمره، وأنه مات ميتة طبيعية، ولم تكن هناك أي علامات على دخول غرباء بالقوة إلى مكان سكنه، ولم يجري العبث بأي من محتويات الكوخ كما قال مسؤولون. ولأنه وضع ريشاً بألوان زاهية حول جسده، يعتقد أن الرجل قد استعد للموت. وقد خضع رجل الحفرة لمراقبة أمنية من أجل حمايته منذ عام 1996، وقام بعض رجال الحماية بتصويره خلال لقاء بالصدفة في عام 2018 في الغابة، وشوهد في اللقطات يحاول قطع شجرة باستخدام فأس، ولم يره أحد منذ ذلك الوقت. لكن رجال الأمن عثروا على أكواخه التي بناها من القش، وكذلك على الحفر التي حفرها، وكانت هناك مسامير حادة في قاع بعض الحفر حيث قد يكون حفرها لاصطياد حيوانات، بينما يعتقد أن حفراً أخرى استخدمت للاختباء فيها عند اقتراب غرباء. وتبين من الآثار التي عثر عليها أنه كان يزرع الذرة والفواكه مثل البابايا والموز. ولم يعرف الرجل الانفرادي والغامض إلا باسم رجل الحفرة الأصلي، لأنه قضى معظم فترة وجوده مختبئاً بحفرة حفرها في الأرض. وعلى مدى عقود تعرضت أرضه للهجوم، وفقد أصدقاءه وعائلته، وقاوم كل محاولات الاتصال به، ونصب الفخاخة وأطلق السهام على أي شخص يقترب منه. وهناك حوالي 240 قبيلة من السكان الأصليين في البرازيل يتعرض بعضها للأخطار بسبب تطفل عمال مناجم ومزارعين غير شرعيين على مناطقهم، حسب تحذيرات منظمة النجاة الدولية، وهي منظمة تمارس ضغوطاً من أجل حماية حقوق السكان الأصليين. ويعتقد أن ما لا يقل عن 30 مجموعة تعيش في عمق الغابة، ولا يعرف شيئاً عن أعدادهم أو لغتهم أو ثقافتهم.